مستشار أسبق في وزارة الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى السيد عمر رداد وهو خبير الشؤون الاستراتيجية من عمان، بالإضافة إلى المحلل السياسي السيد ديمتري بريدجي المحلل السياسي الروسي. سيد ديمتري، كلمة غير مسبوقة من حيث الفحوى بالنظر إلى المعلومات والمؤشرات التاريخية التي نوه إليها بوتين، ما رأيك؟ وبالنهاية ما الذي يقصده وما الذي يسعى إليه من خلال هذه الكلمة؟ نعم، واضح. في الماضي أيضا كتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعني نصا تاريخيا عن روسيا وأوكرانيا، وبأن أوكرانيا هي يعني جزء لا يتجزأ من التاريخ الروس. فيبدو بأن بوتين يعني بحديثه عن التاريخ يحاول أيضا أن يستهدف أوكرانيا، ويقول لأوكرانيا بأن يعني هي جزء من روسيا وهي تابعة لروسيا. يعني يبدو بأن بوتين يعني لا يبدو بأن حتى بعض التغييرات التي حدثت في أوكرانيا في الاحتجاجات والميدان، يعني يبدو بأن بوتين حاليا يريد المزيد من التصعيد مع الأوكراني، لأنه نعرف بأن هناك حديث عن اعتراف الجمهوريتين المستقلتين دونباس ولوغانسك. فيعني حاليا في تصرفات بوتين وفي سياساته الخارجية يعني حاليا هناك يعني تصعيدا ولهجة تصعيدية في اتجاه أوكرانيا، وهناك حتى الآن يعني هناك في السوق الروسي هناك يعني انهيار في أسهم في موسكو. فيبدو بأن يعني الوضع الحالي هو وضع يعني يزداد في التصعيد مع أوكرانيا، وهناك يعني يبدو بأن في تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو بأن نحن نرى المزيد من التصعيد مع أوكرانيا في الأيام القادمة. نعم سيد حازم، ننوه إلى الأخبار التي تريدنا اتباعا. هناك أنباء عن حصول المزيد من الاشتباكات شرقي أوكرانيا. سيد حازم، هل تتفق معي أن هذه النبرة في خطاب بوتين لم نشهد مثلها منذ أن وضعت الحرب الباردة أوزارها؟ الحديث لم يعد عن توتر شرقي أوكرانيا ومساعي الناتو، وإنما أصبح يتحدث عن المآثر التاريخية للاتحاد السوفيتي وعن سرقة أراضي روسية. أنا لدي قراءة مخالفة بعض الشيء. هذه اللهجة التصعيدية هي نتيجة ضعف وليست قوة. يعني بوتين حشد 200 ألف جندي على الحدود الأوكرانية وهو يفكر أنه سيستطيع استخلاص تنازلات سياسية من الناتو، من أوكرانيا، من الولايات المتحدة، لكن كل ما طلبه أجيب عليه بالرفض بشكل واضح وصريح. فكان لدى بوتين في هذه المرحلة يعني خيارين: الانسحاب والعودة منهزما إلى موسكو، وهذه يعني هو بوتين الرجل القوي لا يعود منهزما إلى موسكو، والحل الثاني هو كان دخول أوكرانيا اجتياح محدود أو واسع النطاق قد لا تحمد عقباه وليس مضمونا. يعني رأينا ما حصل مع الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، اجتياح دولة في القرن 21 ليس أمرا سهلا وبسيطا. فأعتقد أن بوتين ما فعله اليوم وخطابه اليوم هو يعني أسلوبه في الحصول على أي شيء حتى لا يعود إلى موسكو خالي الوفاض. فاليوم يعني محاولة ضم أو يعني فرض استقلال منطقة معينة هي نظريا مستقلة. يعني هذه المنطقة منطقة الانفصاليين لديها حدود وخط تماس مع الجيش الأوكراني، فليست منطقة يعني تابعة لا إداريا ولا عسكريا ولا حتى سياسيا لأوكرانيا في هذه المرحلة. لكن أعتقد أن يعني أنا قراءتي أن هذه ليست بداية للأزمة، هي نهاية للأزمة. سنتحول من الوضع العسكري والحشد العسكري إلى عملية سياسية قانونية دولية، الحديث عن يعني مستقبل هذه المنطقة في شرق أوكرانيا. لكن في الوقت ذاته أأمل أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تكون جاهزة لفرض عقوبات والنظر بسرعة في عضوية أوكرانيا في الناتو. سيد عمر، على الغرب أن يقوم بردة فعل على العمل. نعم
سيد عمر، هل توافق سيد حازم الرأي؟ هو يقول إن هذا ينم عن ضعف لدى بوتين وأنه بداية لنهاية الأزمة، وقاله إن لا توجد يعني عمليا الكثير من الاختلافات عندما يتم الاعتراف بهاتين المنطقتين كونهما أصلا يتمتعان الآن بشبه حكم ذاتي، ما رأيك؟ يعني إلى حد، مساء الخير لك وللضيف الكريم والإخوة المشاهدين. أعتقد أتفق جزئيا مع ما تفضل به ضيفك، لكن ليس هزيمة لبوتين، على العكس من ذلك. بالمخرجات الكلية للأزمة، وإذا افترضنا أن بداية الحل بدأت اليوم بخطاب بوتين، أعتقد نعم. ننوه سيد عمر، فقط أعتذر عن المقاطعة، لكن الآن للتو اعترف رسميا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيسك شرقي أوكرانيا، تفضل. نعم، أعتقد هذا الاعتراف كان واضح منذ ساعات أو منذ بداية الأزمة، كان أحد الخيارات المطروحة، ثم تحولت الأزمة نذكر خلال الأسابيع الأسبوع الماضي. ونرى في الصور الحالية، عذرا المقاطعة مرة أخرى، نرى في الصور الحالية رئيسي هاتين المنطقتين لوغانسك ودونيسك يوقعان على الاعتراف الروسي باستقلالهما. نعم، نذكر خلال الأسبوع الماضي كان المناوشات العسكرية جرت بين الانفصاليين وحكومة كييف، وكان هذا سقف الاشتباك العسكري الذي سيحصل وفقا لترتيبات روسية. التوقيع الآن سيكون هناك توقيع آخر، وهو اتفاقية دفاع مشترك، بمعنى روسيا استطاعت الآن إبعاد حلف الناتو إلى مناطق داخل أوكرانيا، ثم فتحت باب الانفصال، جعلت منطقة بينها منطقة جديدة، كسبت مناطق جغرافية جديدة بينها وبين أوكرانيا، فيما لو انضمت إلى، يعني يتوقع أن ترد باتجاه الانضمام إلى حلف الناتو. طيب، لكن بالنهاية هذه هي بداية النهاية للأزمة، وكما تفضل ضيفك. طيب، بالفعل. طيب سيد عمر، اسمح لي أن أتوجه لسيد ديمتري. سيد ديمتري، ماذا يعني الاعتراف بهاتين المنطقتين كجمهوريتين مستقلتين، وما الذي يجعل هذا مختلفا عن الاعتراف أو عن ضم شبه جزيرة القرم؟ يعني الاعتراف بجمهوريتين مستقلتين هو يساعد روسيا في إبرام اتفاقيات معينة، دفاع مشترك مثلا، واتفاقيات تفيد روسيا في المجال الاقتصادي مع هذه المنطقتين. نعرف بأن هذه المنطقتين هي مناطق يعني لديها كثير من الموارد ومنطقة اقتصادية مهمة كانت في الماضي لأوكرانيا، فلذلك هذه المنطقتين يعني اعتراف بها وإبرام اتفاقيات معها سوف يساعد روسيا أيضا في لي يعني أولا سوف يساعد روسيا لإبرام قوات لهذه المنطقة، قوات أمن، وأيضا سوف يساعد روسيا في إبرام اتفاقية يعني للدفاع المشترك، وهذا سوف يساعد المنطقتين للدفاع إذا حدث هناك هجوم من الجيش الأوكراني أو من أوكرانيا. سيد ديمتري، كلمة دفاع مشترك كلمة كبيرة جدا، لا يجب أن نمر عليها مرور الكرام. ما الذي نقصده هنا؟ هل نقصد بأنه يعني روسيا تستطيع إدخال قواتها إلى هذه الجمهورية الصديقة تحت مظلة هذا الدفاع المشترك؟ يعني حتى الآن ليس واضح ماذا سوف يتم، ما هي الاتفاقيات التي سيتم إبرامها مع جمهوريتين دونباس ولوغانس. يعني هناك حديث بأن نعم يمكن أن يكون هناك تواجد للقوات الروسية في هذه المنطقة، يعني نعرف بأن في السنوات القليلة الماضية روسيا دعمت الانفصاليين، وكان هناك حتى كثير من الدعم جاء، يعني المسلحون جاءوا من روسيا إلى هذه المنطقة ودافعوا عن الانفصاليين، فيعني هناك دعم لوجستي وهناك دعم كبير يعني من الطرف الروسي لهذه المنطقة، ولتواجد الروسي أيضا في هذه المنطقة، فيبدو بأن يعني إبرام اتفاقية معينة يمكن أن يحدث في المستقبل أو حتى في ظل هذا الاعتراف الرسمي بجمهوريتين. سيد حازم، قلت قبل قليل إن هذه بداية النهاية أو الهزيمة لبوتين، لكن ربما ضيفين هنا يخالفونك الرأي بهذا الشكل وبإبرام معاهدة الدفاع الأمن المشترك إن تمت، وهو الأمر المتوقع هنا، يكون بذلك بوتين قد أمن شرقي أوكرانيا ودفع بالناتو وحلفاء الأوكرانيين أكثر بعيدا عنهم. سيد الكريم، يعني الحرب لم تعد كذلك، نحن نتكلم على حروب مطلع القرن العشرين أو ما قبله،
لا هناك لا يوجد ضرورة استراتيجية لنوع ما يسمى بالبفر أو منطقة حماية بين الحدود، يعني لا يوجد أي خطر على روسيا من هجوم بري غربي أو أمريكي، لا يوجد دبابات يعني على الحدود إلى ما ذلك. الحرب اليوم مختلفة جدا، الموضوع موضوع سياسي، موضوع محاولة بوتين. وقال عكس ذلك، بوتين قال في كلمته إن أوكرانيا ورغم عدم تبعيتها رسميا للناتو إلا أن هناك تعاونا وتكاملا كاملين وهناك تنسيق وترتيب من حقها هذه دولة ذات سيادة، دولة مستقلة، من حقها التعاون مع أي حلف ومع أي مجموعة تراها مناسبة، لكن لا يوجد يعني لا يوجد فائدة استراتيجية اليوم من وجود شرق أوكرانيا كجدار فاصل بين الحدود الروسية والحدود الأوكرانية. هذا يعني لن يغير المعادلة اليوم في حرب، يعني حرب اليوم هي حرب سبرانية بالطائرات بالصواريخ، ليست بالجيوش على الأرض في هذا الأسلوب يعني التقليدي. فلا أعتقد أن هناك هدف استراتيجي عسكري تم تحقيقه اليوم من طرف الروسي. بكل بساطة بوتين من أول ما استلم الحكم يحاول العودة يعني بروسيا إلى نوع من القوة العظمى بأي ثمن كان. للأسف يعني هو لم يعد بالاتحاد بروسيا إلى أيام الاتحاد السوفيتي التي كان نظام متكامل تحت فكرة معينة، تحت فكر يعني شامل وحتى شمولي، لكن كان فكر متوافق هو الفكر الاشتراكي أو الشيوعي. سيد حزم، بدأنا نرى ردود الأفعال على هذا الاعتراف، عذر على المقاطعة، بدأنا نرى ردود الأفعال على هذا الاعتراف. بريطانيا، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن ما جرى وهذا الاعتراف هو انتهاك لسيادة أوكرانيا. بالتأكيد يعني هذا الاعتراف من طرف واحد، نحن